رحبت منظمه التعاون الاسلامي بقرار ارمينيا الاعتراف بدوله فلسطين واعتبرت المنظمه ان هذه الخطوه تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحده ذات الصله وتساهم في الجهود والمواقف الدوليه الراميه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعه وجددت المنظمه دعوتها لكل دول العالم التي لم تعترف بعد بدوله فلسطين الى الاعتراف بها ودعم حقها في العضويه الكامله في الامم المتحده وذلك في اطار الجهود الدوليه الراميه الى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقه وفقا لرؤيه حل الدولتين